حضراتكم أبرز وأهم عناوين الأخبار وأرجع أناقش حضراتكم النهاردة في هذه الملفات بالتفصيل. اتفضلوا. السيسي يبحث مع وزير الاتصالات مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية وأول هاتف محمول مصري. اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة شريف إسماعيل لمناقشة عدد من القضايا على رأسها توابع تطبيق منظومة الخبز الجديدة. التعليم العالي 20,000 طالب تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن. التموين طرح 90 طن لحوم ودواجن مجمدة يوميا بمجمعات الوجه القبلي. القوى العاملة بالبرلمان تطالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون التأمينات. بعثت الحج 78,000 مصري يؤدون الفريضة لعام 2017 بزيادة 20% عن الأعوام السابقة. لجنة رباعية من اتحاد الكرة لمناقشة لائحة لجنة الأندية اليوم. الأهلي يواجه الفيصلي في لقاء نصف النهائي في البطولة العربية الليلة. وأخيراً 12 دولة عربية وأجنبية تشارك في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية.